أنا عندي مفاجأة ليكم، حرصا مني على تلبية طلباتكم زي ما وعدتكم إني بمجرد إني أول ما أتفرغ شوية هحترم رأيكم وهاخد بيه. عملت قناة جديدة على اليوتيوب تشانل خاصة بس بالمحتوى بتاع السكين كير اللي هو العناية بالبشرة وكل ما يهم البنت، وأنا أصلا لسه بجري ورا حلمي في إني أوصل في يوم من الأيام ويكون ليا ماركة تجميلية لمنتجات العناية بالبشرة، ومش هيأس أبدا ولا همل إلا لما أحقق حلمي. ويمكن أول خطوة عملتها اني اعمل قناه متخصصه للسكين كير واعزل محتوى السكين كير تدريجيا عن القناه. القناه اسمها الاء حسان او اللي دي تسانا انجيلا، دي هتفضل موجوده وهخصصها ان شاء الله بالتدريج كده للغات والمذاكره والكلام ده. والقناه بتاعه السكين كير هنقل عليها الحاجات بتاع السكين كير وهخليها متخصصه للحاجات دي. بجد انا يا جماعه نزلت بس بوست على الفيسبوك في خلال دقائق القناه عدت ال 84 سبسكرايبر، فاللي هو في خلال دقائق. بجد انا ممتنه ليكم جدا جدا، وحقيقه انا فرحانه. انا سميتها انجيلا بيوتي لان دي اسم الماركه اللي بحلم اعملها واللي هعملها باذن الله. بدعوكم كلكم تشتركوا في القناه كنوع من الدعم ليا، هسيبها لكم هتظهر لكم دلوقتي. بدعوكم ان انتوا تشتركوا فيها، وبمجرد ما تتم 1000 مشترك وانا واثقه بفضل الله وبفضلكم اني هوصل ل1000 مشترك في اقل من شهر، هبدا انزل عليها الفيديوهات تدريجيا واسحب فيديوهات السكين كير تدريجيا من القناه والصفحه في انتظار دعمكم للقناه بالاشتراك. وانت كمان امامك شيء في هذا العالم فقم. وبجد انا يعني متاكده ان انتوا هتدعموني وهحقق نجاح باهر جنبكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. مع السلامة.